اتهمت الجبهة التركمانية الاتحاد الوطني الكردستاني بتزوير 600 محطة اقتراع من أصل 1200 في كركوك، مطالبة بإعادة العد والفرز يدويا. النائب عن الجبهة حسن توران قال في تصريح صحفي أن العرب المعتصمون سيقبلون بأي نتيجة بعد العد والفرز اليدوي، مضيفا أن المحطات التي تغير بها الأس دي رام لا يفوز فيها إلا مرشحو الاتحاد الوطني الكردستاني الذي فشل في مشروعه السياسي بكركوك.